السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات قناة مطبخي من هولندا. اليوم بمشيئة الله غادي نحضروا تيراميسو، مكونات بسيطة سهلة، الوصفة سهلة وناجحة من أول تجربة. بسم الله على بركة الله غادي نبداو في تحضير الوصفة نتاعنا. أولا غادي نبداو بالكريمة. عندنا الجبن الكريمي، انا استعملت هنايا الماسكاربون، ما كانش عندكم ماسكاربون غادي تستعملوا اي نوع من الجبن الكريمي. الكميه واحد 200 حتى 250 غرام، كنسمها بواحد الساشي 8 غرام نتاع السكر، نتاع السكر فاني عفوا، ما كانش عندنا، كانت عندنا الفانيليا السائله، غادي ندير واحد المعلقه صغيره. كنضيف واحد الجوج معالق نتاع الحليب مؤكس، الحليب المحلى نستلي، حتى هو لما كانش عندنا او لا بغينا نستغناو عليه كنضيفه واحد المعلقه حتى الجوج نتاع السكر حبيبات صافي. وكنضيف لهم الكريم فريش، الكريم فريش يعني نوعيه الكريم فريش ماشي اللي مطلوقه، اللي متماسكه يعني الشكل نتاعها كيف ما كتشوفوه على هذا الشكل هذا. وكريمه الخفق واحد 200 او واحد 200 حتى 250 مليلتر نتاع كريمه الخفق صافي. كنحركهم مزيان او لا كنخفقهم مزيان بواحد الضرب كهربائي، من الاحسن نستعملوا ضرب كهربائي باش انه كطلع لنا هذيك الكريمه نتاع الخفق، وكينسجموا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على كريمه صافي. كنضيف لهم لواحد بودات الكريم شونتيي واحد 200 غرام نتاع بودات الكريم شونتيي صافي. وكنستمر في الخفق ما اخرى حتى كينسجموا كاملين مع بعضياتهم وكنحصل على واحد الكريمه متماسكه ولذيذه. بالنسبه لمساله التنسام نتاع هاد الكريمه، كتنسموا باش بغيتوا، كتنسموا بداكشي اللي موجود عندكم كتقدروا به. انا ضفت واحد جوج معلقات نتاع جوز الهند، نتاع مبشور جوز الهند او كيف ما كنسميوه في لغتنا الدائجه بالكوك، وواحد جوج معالق نتاع اللوز محمر به بالقشره نتاعو ومطحون صافي. كنستمر في التطاب حتى كينسجموا عاوده هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم، وكل ما كنطابوا في هاد الكريمه كل ما كنطابوها اصلا بعد المكونات، نسيت ما قلتها لكمش ضروري، ما خصهم يكونوا بادين مزيان، يعني ديما هاد المكونات نتاع الكريمه ضروري ما كيكونوا بادين على درجه حراره، يعني درجة البرودة نتاعهم خاصها تكون مرتفعة، يعني يكون في حرارة منخفضة صافي. وكندخلهم للثلاجة، كندخل ديك الكريمة للثلاجة باش كتزيد كتماسك. عندي الماء سخون، يعني الماء سخون درتو في واحد الآنية، يعني في أي حاجة واحد زلافة كبيرة أو واحد جبانية ولا كنضيف له القهوة سائعة الذوبان. أنا درت هنا واحد المعلقة ونص، بغيت باش هذاك البسكوي يعني يجي شارب النسمة نتاع القهوة كيف ما كتشوفوا. البسكوي اللي غادي نستعملوه هذوك الاصابع الطوال، يعني هذاك يعني داك النوع اللي كيكون هو كيكون قاصح، ولكن يعني يلا كتمسوا اوطوبه غير كتقيسوا شي شويه ديال الاوطوبه وهو كيطاب. غادي تشوفوا القالب اللي غادي تستعملوا فيه، اللي غادي تديروا فيه نتوما هاد النوعيه نتاع الكيك، هاد التيراميسو هذا. غادي اولا قبل ما تبداو الخدمه غادي تستفوا هذاك البسكوي على حساب القالب نتاعكم، خاصو يجي ضروري القاعده نتاع اي قالب. انا عملت قالب نتاع اللي كندير فيه تشيز كيك، غلفته من الجوانب باش منين نبغي نحايد هذا، نبغي نجي نحايد هاد التيراميسو ما يلصقوليش هذوك الجناب صافي. كنغلفو بهذاك البلاستيك الخاص بالحلويات او الخاص بالباتيسيري صافي. وكنبدا كنستف، كنغمس هذوك القطع نتاع هذاك البسكوي، كنغمسهم في هذيك القهوه يلا غير كنحطهم وكنولي كنجبدهم، حيت هو في يلا غير كيشم او لا غير كيحس برطوبه كيطاب لنا بزاف، ولا طاب لنا بزاف كثر من القياس نتاعو ملي غنهزوه غادي يتقسم او لا غادي يتعجن كيف ما كتشوفوا. كنبداو كنستف على القاعده نتاع هذا القالب نتاع التشيز كيك، نتاع هذا القالب نتاع الكيك، كنستفهم بواحد الطائقه لانه يعطوني واحد القاعده لتحت، وغنديرو جوج نتاع الطبقات. بالنسبه للاماكن اللي كيكون يعني ما غاديش تقدني فيهم بسكوي كامله، انا مقبل داكشي علاش فرشت هو الاول البسكوي باش انه دات، يعني حاولت باش انه واحد القطع من البسكوي قطعت منهم باش يجيو يعني يقدروا يجيو متداخلين ويفرشوا هذيك الارضيه نتاع هذا القالب هذا بهذه الطائقه هذه كيف ما كتشوفوا صافي. دابا انا كملت الطبقه الاولى، غادي نضيف دابا غادي نحط فوق منها الكريمه اللي سبق لنا وحضرناها ودرناها في الثلاجه. انا هذه الكريمه درت بها جوج نتاع الوصفات، الوصفه اللي سبق لي وحطيت لكم نتاع كيكه رافايلو
بمذاق جوز الهند. ودابا راني درت بها هذا درت يعني من بعد منها هذاك الكئيمه اللي بقات لي درت بها هاد الحليوه هذه ما كانلاش تضيع. صافي كنسمى في الطبقه الثانيه هي هذه نفس العمليه درناها، يعني فرشنا الاول هذاك البسكوي وحده باقي ناشف، شدينا القياسات نتاع الحبات اللي غادي يتقطع منهم، صافي درنا الكئيمه عاودنا الطبقه الثانيه بنفس العمليه صافي حتى كنستمر في نفس العمليه، يعني كنغمس هذوك القطع نتاع البسكوي في هذاك الماء اللي عندي من السم بالقهوه سائعه الذوبان وكنستفق من هذيك الكئيمه حتى كنكمل يعني العمليه. كنستف هذوك القطع اللي عندي كاملين اللي كنسبق لي حضرتهم وكنسبق لي وجدتهم صافي، وكنزيد فوق منهم واحد الطبقه واحده اخرى نتاع الكئيمه. كنحاول باش نقاد هذاك السطح نتاع هاد الكئيمه هذه لانها غادي تكون هي الواجهه نتاع هاد التيراميسو هذا. وفي الحقيقه الا ما كانش عندكم هذا البلاستيك هذا اللي كنديروه للتشيز كيك بامكانكم باش تغلفوا بالواق نتاع الفرن، يعني غادي تقطعوا في القياس نتاع القالب اللي غادي تستعملوه. هذه في حاله ما اذا كنتوا غادي تحيدوه من القالب نتاعو، اما الا كنتوا غادي يعني غادي ديروا التيراميسو وتخليوه غير في هذاك القالب وتبقاو تقطعوا بالقطع فما كتحتاجوش لهذه العمليه، هذه ما كتحتاجوا لا لهذا البلاستيك او لا واق الفرن باش تغلفوا به الجوانب. غادي نزين الفوق من التيراميسو بالكاكاو، الكاكاو طبيعي يعني الكاكاو المو ضروري ما كندير واحد الطبقه فوق منه صافي. وغادي ندخلو للثلاجة لمده نتاع على الاقل واحد 6 ساعات. انا في الحقيقه خليته بات الليله كامله، هو باتها في الثلاجة حتى الغدا ليه ملي جيت من الخدمه عاد يلاه حيدته من القالب نتاع تشيز كيك او من القالب نتاع الكيك اللي استعملته فيه، حطيته في الصحن نتاع التقديم. كيبقاو لي يعني هذوك الجوانب نتاعو بعد ما حيت هذاك البلاستيك، هذه كتبقى مساله اختياريه. كان باقي لكم شي حبات من البسكوي غادي تشوفوا على حسب الطول نتاع التيراميسو كيف الطول نتاعو يعني اللي يخرج لكم، يعني واش طويل واش قصير يعني على حسب كيبقى على حسب الطبقات اللي درتو. انا درت جوج تاع الطبقات تاع البسكوي، جوج طبقات نتاع الكئيمه، يعني جاتني فيهم نص قطعه، يعني كل قطعه قسمتها في النص نتاع هذاك البسكوي نتاع هذوك اصابع البسكوي صافي. وزينت بهم الاجانب زينت بهم الجوانب نتاع الجوانب نتاع التيراميسو او لا الحاشيه نتاع التيراميسو، وجانا على هذا الشكل هذا. بصحتكم وراحتكم، كان عندكم اي سؤال او اي استفسار حول الوصفه فما تقدوش باش تكتبوه لي في كومونت وانا غادي نعاود نشرح الفكره من جديد. الى عجبتكم الوصفه ديروا لايك ديروا ابوني الا باقي ما درتوهاش وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.